مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت الستوري تايم، الفقرة المخصصة للقصة. أنت تعودت بالأول متوسط وبالثاني متوسط أنه الدرس العاشر أو آخر درس في اليونت يعتبر درس مخصص للقصة باليونتات الأساسية اللي هي اليونت الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع. هذين اليونتات بآخر درس بيها أكو قصة، هذه القصة تعتبر مطلوبة من عندك، لازم تفهم مفرداتها. وإحنا سابقاً وضحنا أنه أكو قطع كتاب وأكو قصص أدبية أو قصص بشكل عام. قطع الكتاب تجيك بالسؤال المخصص لقطع الكتاب اللي هو عادة ما يكون السؤال الأول فرع بي أو السؤال الأول فرع سي. أما سؤال القصص فيكون السؤال اللي قبل الإنشاء. فاليوم درسنا القصة، أول قصة بالكتاب اللي هي قصة The Lucky Customer، The Lucky Customer number 50، الزبون المحظوظ رقم 50. هذه أول قصة بالكتاب، وراح نشوف أنه كل يونت أساسي، اليونت الأول والثاني والثالث بيهن قصص، والخامس والسادس والسابع بيهن قصص، يعني عندنا 6 قصص بالكتاب. أما قطع الكتاب فعندنا الكثير من قطع الكتاب مثل ما راح إن شاء الله نوضح بالدروس القادمة. بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي listen، استمع، read، اقرأ، find out، واكتشف. اكتشف أجوبة هذه الأسئلة. مبدئيا يقول لك انا راح اعطيك اسئله وانت راح تروح تقرا القصه وتشوف او تفهم محتواها، وراها اريدك ترجع لي تجاوب لي على هذه الاسئله. هذه الاسئله يسالها الاستاذ بطريقه شفويه بداخل الصف كتحضير يومي. اما الاسئله الوزاريه اللي راح تجينا بالامتحان الوزاري ان شاء الله راح نعرضها اما بكتاب النشاط او على شكل اسئله وزاريه للسنوات السابقه. خلينا نشوف شنو الاسئله راح يسالني اياها. Can you find three words used to describe Kareem character؟ يقول لك هل يمكنك أن تجد 3 كلمات تصف فيها شخصية كريم؟ إذن القصة متمحورة حول شخصية اسمها كريم، يطلب من عندي أني أعرف صفات 3 من صفات كريم. ثانيا، What is the name of the new book كريم wants to buy؟ ما هو اسم الكتاب الجديد الذي يريد كريم شراءه؟ إذن كريم رايح يشتري كتاب، هم راح نجي نوضح إن شاء الله، يريد اسم الكتاب. What does saving up mean in the paragraph؟ شنو معنى كلمة saving up؟ هسه لازم تكتشف من خلال سياق الجملة أو سياق الجمل. What do you think the collection of poems Iceland of Salt is about؟ يقول لك أكو collection of poems معناها ديوان قصائد أو مجموعة من القصائد الشعرية اسمها Iceland of Salt، جزيرة الملح. هذني عن شنو يتحدثن؟ كذلك لازم تعرف من خلال هذه القصة. مبدئيا منطيني صورة new release، هاي صورة الكتب أو إعلان لديوان أو مجموعة شعرية. New release معناها إصدار جديد. From the best selling poet مظفر النوام، لأكثر شاعر مبيعا اللي هو مظفر النوام. Come to الساقي بوكشوب، تعال إلى مكتبة الساقي. إذن هذا إعلان لمجموعة من القصائد على شكل كتاب ديوان. On 23rd of November، تعال إلى مكتبة الساقي في اليوم 23 من شهر نوفمبر. And get your copy of النواب's new collection، واحصل على نسختك من قصائد النواب الجديدة. Of poems، قصائد أو مجموعة القصائد الخاصة بالنواب. Iceland of Salt، شنو اسم القصائد أو هذا الديوان الشعري؟ اسمه Iceland of Salt. اللي بعدها plus an extra special prize، بالإضافة إلى جائزة خاصة. For the 50th customer of the day، للزبون رقم 50 لهذا اليوم. إذن بالإعلان مالتهم منطين قايلين إحنا نبيع الديوان الجديد لمظفر النواب، وبالإضافة إلى مبيعاتنا لمظفر النواب عندنا مفاجأة أو جائزة للزبون اللي يكون رقم 50. الزبون رقم 50 اللي يدخل بالمكتبة إلى جائزة خاصة. هسا نجي نقرأ القصة نوضح مفرداتها. ركزوا لي على الكلمات اللي راح نطلعها، على المعلومات اللي راح نطلعها، لأن هي راح تفيدنا أثناء فهمنا للأسئلة راح يعطيني إياها. كريم went to المتنبي street. كريم ذهب إلى شارع المتنبي and hurried towards the الساقي bookshop، وسرع باتجاه مكتبة الساقي. إذا مبدئيا القصة وين تتمحور؟ وين مكانها؟ المتنبي street، في شارع المتنبي تحديدا. إذا تقولون أو تذكرون اسم المكتبة الساقي bookshop، مكتبة الساقي. As he got closer، عندما اقترب، he saw there was a long queue. تذكرون كلمة كيو أخذناها بالدرس الأول معناها طابور. لما نوصل لهناك، انتبهوا لهنا طلاب، لما نوصل لهناك he saw there was a long queue،
رأى أن هنالك طابور طويل مصطف forming outside of the door of the shop. مصطف خارج باب هذه المكتبة اللي رايح يشتري من عندها الكتاب من مظفر النواب. And his heart sank. وhis heart sank معناها قلبه غرق. هذا المعنى الحرفي مالتها. هنا أنا شنو يقصد به؟ هنا أنا يقصد لما شاف الطابور ضاج حزن. ليش حزن؟ He had been saving up for months. لقد كان هاي كلمة جدا مهمة طلاب ركزوا لي عليها. Saving up معناها يدخر. كان يدخر لمدة أشهر. ظل يجمع فلوس لمدة أشهر على متجنب. He had been saving up for months. لقد كان يدخر الأموال لأشهر. And he wanted to be the first one to buy the new book of his favorite poet. ظل يجمع فلوس لمدة أشهر لكي يكون أول من يشتري كتاب شاعره المفضل اللي هو من هو؟ Now, اللي هو مظفر النواب. Now he would have to wait in the line. والآن بعد ما شاف هذا الطابور الآن عليه أن ينتظر في خط طويل أو بطابور طويل. هي هنا الفكرة أنه لما شاف الطابور ضاج شعر بالحزن. ليش؟ لأن هو كان يريد يكون أول شخص يشتري هذا الكتاب من المكتبة. As he stood waiting بينما كان ينتظر. قبل ما أكمل نرجع هنا أنا. من الممكن الأستاذ يسألك بداخل الصف يجيب لك بالامتحان الشهري بالامتحان نص السنة بالامتحان الوزاري يقول لك Why had Kareem been saving up for months؟ لماذا كان كريم يدخر الأموال لأشهر؟ فأنت السبب لازم تنطيه إياه. تقول له because he wanted to be the first. أراد أن يكون the first one to buy the new book. أراد أن يكون أول شخص يشتري كتاب of his favorite poet لشاعره المفضل. زين وراها نكمل. The hardworking schoolboy. هذا انتبه لنا. Hardworking معناها شنو؟ مجد. الولد المدرسي أو الطالب المجد. إذن أول صفة من صفات كريم إنه hard working. هو مو قال لي طلع لي ثلاث صفات من صفات كريم. أول صفة من صفاته إنه hard working. شنو معنى hard working؟ معناها مجد. The hard working school boy pulled the adverts for the book, the new book of his bucket, out of his bucket. شوف شو يقول لي. يقول لي بعد ما شاف هذا الطابور هذا الولد المجد أخرج الادفيرت أخرج الإعلان for the new book. إعلان الكتاب اللي هو هذا الإعلان مالتنا اللي قرناه بداية الدرس. طلع هذا الإعلان من جيبه out of his pocket. أخرج الإعلان من جيبه. وراه كريم had read all of the Nawab's poems. كريم قرأ كل قصائد النواب. هاي كلمة جدا مهمة طلاب ركزوا لي عليها. Poems معناها قصائد. Poems قصائد بالأم. انتبهوا لي كلمة poet معناها شاعر. Poem معناها قصيدة. ذن كلمتين بالشابهات بس كلش مهمات لازم تحفظون معانيها لأن تقريبا وايد من الأسئلة الوزارية لازم أعرف معاني ذن كلمتين. هسه كريم هذا رد النواب's poems at least twice. كريم قرأ قصائد النواب على الأقل إيش قد twice مرتين. يعني من قد ما يحب مظفر النواب قرأ كل قصائده كل القصائد بنات مظفر النواب على الأقل قارئها مرتين. And he found them ووجدها interesting أو very interesting ووجدها جدا مثيرة. هسا السؤال الأول من الممكن أن يسألني الأستاذ بالامتحان الشهري يقول لي How many times had كريم read the Nawab's poems؟ كم مرة قرأ كريم قصائد النواب؟ فأنت شو تقول له؟ تقول له twice مرتين. وراها شو تقول له؟ شو يقول لك؟ يقول لك How did he find them؟ كيف وجدها؟ بعد ما قرأها شنو رأيه بها؟ قلنا أنه رأيه بها قال عنها very interesting جدا ممتعة. The quiet boy. ركزوا للطلاب. Quiet معناها هادئ. الولد الهادئ. إذن ثاني صفة من صفات كريم إنه quiet. Hard working الصفة الأولى مجد و quiet معناها هادئ. The quiet boy. الولد الهادئ. Spent most of his free time reading or writing his own poems. شوفنا أنا شو يقول لي. يقول هذا الولد الهادئ كان يقضي معظم free time معظم الفري تايم معظم وقت الفراغ reading يقرأ reading معناها يقرأ and writing ويكتب his own poems. إذن هو وقت فراغه يقعد يخلي قصائد النواب أو يقعد يكتب قصائد الخاصة. إذن هو همنا عنده قريحة شعرية. إذن أنا من الممكن يقول لي what does كريم do in his spare time؟ ما الذي يفعله كريم في وقت فراغه؟ تقول لي reading and writing his own poems. يقرأ ويكتب قصائده الخاصة. And his parents
والده, friends, أصدقاء, teachers, مدرسي, all, جميعا, شبيهم, said, قالوا, he was very imaginative. شنو معنى كلمة imaginative؟ Imaginative معناها ذو خيال واسع. جماعته, أصدقائه, المدرسين مالته, أبوهم, شو يقولون عنه؟ يقولون هذا الولد imaginative. شنو معنى imaginative؟ ذو خيال واسع. الشخص اللي يكتب قصائد يجب أن يكون imaginative, ذو خيال واسع. إذا ثالث صفة من صفات كريم أن شنو؟ imaginative. It was Kareem's dream. كلمة dream كلش مهمة, حفظوها. dream معناها حلم. It was Kareem's dream. إنه كان حلم كريم to be famous poet. تذكروا شنو معنى كلمة poet؟ شاعر. أن يصبح شاعرا مشهورا. إذا هذا السؤال كلش وايد كرر الوزاري. مثلا يقول لي what was Kareem's dream؟ ما هو حلم كريم؟ تقول لي to be famous poet, أن يكون شاعرا مشهورا, himself one day, أن يكون شاعرا مشهورا بنفسه في يوم ما. هذا ما يخص الفقرة الأولى. بعدها نكمل القصة. finally هذا الحكي كله كريم وين واقف؟ واقف على الباب بالطابور منتظر أن الباب ما المكتبه ينفتح على مو شنو؟ على مو يدخل يشتري الكتاب مال مظفر النوام. the shop door opened, تم افتتاح الباب أو افتتحت الباب. And the owner welcomed the queue of customers. The owner, المالك, مالك هذه المكتبة, welcomed, رحب بمن؟ بال queue of customers. كلمة customer مهمة. Customers معناها زبائن. ورحب بطابور الزبائن بعد ما كانوا واقفين. إيه. وجعلهم يدخلون للمكتبة. When Kareem got to the door, عندما وصل كريم إلى الباب. The shop owner suddenly rang the bell. مالك المحل فجأة رن الجرس. لما وصل السرع الكريم فجأة المالك مال المحل رن الجرس. And everyone started. وبدأ الجميع clapping بالتصفير and cheering والهتاف. لما وصل السرع الكريم إنه يدخل من الباب الجرس دق. العالم قامت تصفق وقامت تحيي هذا الشخص اللي دخل اللي هو كريم. فكريم يعني كان surprised, كان مندهش. كريم was very surprised. كريم كان جدا مندهش. And didn't know what was happening. ولم يكن يعلم ماذا كان يجري. شنو السالفة؟ أنا ليش لما وصل للسرع أو لما وصلت للباب بدأ الجميع بالهتاف والتحية. هنا أنا من الممكن يسألني يقول لي why was كريم very surprised؟ لماذا كان كريم جدا مندهش؟ تقول because he didn't know what was happening. لأنه لم يعلم ماذا كان يجري. أو تقدر تقول because when he got to the door, عندما وصل للباب, everyone started clapping and cheering. الجميع بدأ بالهتاف والتحية. After a while, وبعد فترة, بعد برهة, the shop owner saw Kareem's confusion. مالك المحل رأى confusion, حيرة كريم. رأى أنه كريم حائر, ما يعرف شنو السالفة. مندهش, متفاجئ. And explained, وضحنا. You are the 50th customer through the door today. يقول له they ليش وضح له. يقول له أنت الزبون رقم 50 بخلال الباب أو خلال المكتبة اليوم. شنو الفكرة؟ You man, أيها الرجل, there is a big prize for the customer number 50. هنالك جائزة كبرى للزبون رقم 50. احنا اتفقنا بالإعلان, تذكرون قبل شوية جوز كريم ما كان منتبه, لكن احنا وضحنا بالإعلان إنه الزبون رقم 50 إلى special prize, جائزة خاصة. فيجوز كريم ما منتبه للموضوع. لما نوصل السرعة أو ما منتبه إنه هو زبون رقم 50. لما نوصل السرعة إلى, فقال له أنت زبون رقم 50, you will get to meet النواب. شوف شوف إيش قال له. قال له سوف تلتقي بمظفر النواب. إذن الجائزة للزبون رقم 50 إنه meet النواب, سوف يلتقي بالنواب. Are you any good at writing poems? قال له زين أنت, هل أنت جيد في كتابة القصائد؟ فاستش قال له, قال له yes, I've got a notebook full of poems. نعم أنا لدي دفتر ملاحظات مليء بالأشعار. خلنا نتوقف هنا. من الممكن أن يسألني, أنا الطلاب دائما تشبج, يقول لي what was Kareem's prize, ما هي جائزة كريم؟ أنت تقول له لازم he will get to meet the نواب, سوف يلتقي بالنواب. What is Kareem dream? ما هو حلم كريم؟ To be famous poet, أن يكون شاعرا مشهورا. مو يسألك يقول لك شنو حلم كريم؟ تقول له أن يلتقي بالنواب. حلم كريم أن يصبح شاعر مشهور.
جالسنا اني التقي بالنواب. دائما الطلاب تخربط بين المعلومتين. قال له نعم، لانه كثير من او دفتر ملاحظات مليء بالقصائد. ريبلايت كريم، رد عليا. He felt a surge of happiness. شوف هنا طلاب، شعر بسعادة غامرة. As he understood what was happening. عندما علم ماذا كان يجري. لما نعرف انه ليش العالم بدأ تصفق والجرس رن، شعر بسعادة غامرة. ليش؟ لأنه سوف يلتقي بالنواب. His patience. شوف هذه من الممكن أن نضيفوها. Patience معناها صبر. إذا نقدر نستخلص من هذا الكلام أنه من صفات كريم بالإضافة إلى كل الصفات اللي قلناها، أنه من صفاته أنه صبور. أولاً لأن هواي أشهر يجمع الفلوس على مود يشتري كتاب. ثانياً أنه ظل منتظر هواي بالطابور على مود يقدر يشتري قصائد النواب. His patience has been rewarded. صبره تمت مكافأته عليه. It was a good thing after all that he wasn't the first to buy the latest book. شوف أنا شي يقول لي أن أنا أغلب الطلاب تنتبه، يقول على الرغم من أنه هو سعيد وتمام ماكو مشكلة، لكن لا زال لم يكن هو أول شخص. He wasn't the first. لم يكن أول شخص to buy the latest book، أن يشتري الكتاب. يعني هو بالبداية كان أنه باله خاذ باله أنه يشترك أول واحد يشتري كتاب، لكن لما شاف الطابور 49 شخص مروا أمامه، ذو 49 شخص أكيد من عندهم أشخاص يشترون قصائد مظفر النواب، لكن مع ذلك هو شعر بسعادة غامرة أنه راح يلتقي بمظفر النواب نفسه. The shop owner shook كريم's hand. مالك المحل shook معناها صافحة يد كريم. And said وقال wait here، انتظر هنا. النواب will arrive in a minute. سوف يصل النواب خلال دقيقة. Here is a free copy of his book. وها هي نسخة مجانية من كتابه. يعني بعد ما أنه جائزته أنه راح يلتقي بالنواب، أكو جائزة ثانية أنه حصل على هذا الكتاب شنو؟ مجانا. Free copy، نسخة مجانية. He will sign it for you. ومو بس يجي، راح يوقع عليه مظفر النواب. When he arrives، عندما يصل. لما يوصل لك مظفر النواب راح يوقع لك على هاي النسخه مالتك. فهذا الشيء كلش مفرح بالنسبه لكريم. النواب arrived to the bookshop. وصل النواب الى المكتبه in a minute، خلال دقيقه. Right on time، بالضبط بالموعد مالته. كريم couldn't believe how lucky he was. يقول هنا أنا كريم لم يستطع ان يصدق كم هو كان محظوظ. The poet، poet كنا شنو معنى poet؟ شاعر. poem قصيده. The poet signed كريم book. كريم's book. الشاعر وقع على كتاب كريم. And gave him 6 more copies. وأعطاه 6 نسخ مجانية أخرى. For his friends. لأصدقائه. And family. وعائلته. They spent a long time talking. وقضوا وقت طويل جدا يتحدثون. يعني وقعد كريم ومظفر النواب يتحدثون فيما بينهم. And النواب promised to read some of his كريم poems. شوف أنا شو يقول لي، ويقول النواب وعد كريم، طاوعد إنه راح يقرأ قصائد كريم. and give him some advice، وأعطاه بعض النصائح on how to publish his own book، عن كيفية أو كيف ينشر كتابه الأول of poetry، كتابه في العلم. هذا ما يخص القصة بكل تفاصيلها، شرحناها ووضحنا مفرداتها. لاحظنا إنه كريم ده يتخيل نفسه يلقي الشعر، هنا لقاء كريم بمظفر النواب إلى آخره، هنا يقول له أن أنت راح تلتقي بالنواب لأن تزبون رقم 50 إلى آخره. وضحنا مفرداتها. الآن ننتقل للأسئلة اللي ممكن تجينا عن هذه القطعة بالامتحان التحريري. راح نستعرض الأسئلة اللي موجودة بكتاب النشاط والأسئلة الوزارية للسنوات السابقة، لأن هذه القطعة أو القصة كانت سابقا موجودة بالمنهج القديم وظلت موجودة بالمنهج الجديد. لذلك أكو بعض الوزاريات اللي جاءت بالسنوات السابقة عن هذا الموضوع من الممكن أن تتكرر. قبل هذا نروح نجاوب على الأسئلة اللي راح يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي اللي شرحناها بداية الدرس. مش قلنا can you find three words that describe كريم character؟ تقدر تنطيني ثلاث صفات أو ثلاث كلمات تصف شخصية كريم. قلنا أولا أنه hard working. شنو معنى hard working؟ معناها مجد. ثانيا quiet. quiet معناها هادئ. ثالثا imaginative. شنو معنى imaginative؟ imaginative معناها ذو خيال واسع. اقدر اضيف صفه رابعه اللي هي patient، صبور. هسه هو ده يقول لي بس ثلاثه. السؤال الثاني
What is the name of the book Karim wants to buy? شو اسم الكتاب اللي يريد يشتري كريم؟ أقول له Iceland أو Island of Salt, جزيرة الملح. وراها What does saving up mean? قلنا شنو معنى كلمة saving up؟ بداية القصة كريم had been saving up for months to be the first one to buy the new book of his favorite poet. كريم كان يدخر لأشهر. إذا saving up معناها يدخر. إذا النقطة الثالثة معناها يدخر. تقدر تقولها باللغة الإنجليزية أفضل ما تقولها باللغة العربية. مثلا نقول له collect money, يجمع الأموال, وهكذا. النقطة الرابعة What do you think the collection of poems Iceland of Salt is about? لما شي يقول لك أنت برأيك, حسب رأيك أنت طيتك اسم الديوان أو الكتاب مع قصائد النواة اللي هو جزيرة الملح بخيالك أو بمخيلتك, إيش تتوقع هاي جزيرة الملح عن شنو تتحدث؟ فهنا الأمر متروك للطالب أن يجاوب بالطريقة بتاعته. مثلا تقول له it may talks about an island, تتحدث عن جزيرة that its beach, اللي الشاطئ مالتها full of salt, مليء بالملح أو بالأملاح. هذا ما يخص الأسئلة ما اللي بداية الدرس. الآن ننتقل للأسئلة الوزارية للسنوات السابقة والأسئلة اللي موجودة في كتاب النشاط اللي ممكن تجينا بالامتحان التحليلي. خليكم ويانا الآن مع الأسئلة المتعلقة بالقصة. مبدئيا تمرين رقم 2 صفحة 21, أجب على الأسئلة. هذا يعتبر وزاري مهم جدا, وهذه الأسئلة للحفظ لأن متعلقات بالقصة. أولا شو يقول لي؟ يقول لي Where does the story take place؟ أين؟ Where معناها أين؟ أين حدثت القصة؟ ذكرنا أن القصة كانت في شارع المتنبي, فتقول المتنبي ستريت, شارع المتنبي. تقدر تقول أو تريد تكمل أن الساقي بوكشوب, في مكتبة الساقي. Why was Karim sad when he arrived at the bookshop? Why, لماذا؟ لماذا كان كريم شنو sad, حزين؟ ليش كان حزين when he arrived to the bookshop, عندما وصل إلى البوكشوب إلى المكتبة؟ قلنا أنه كان حزين لأنه رأى طابور طويل وكان يريد أول شخص يشتري كتاب. بقول he saw long queue because there was a long queue, لأنه كان هنالك طابور طويل forming outside, واقف بالخارج, خارج هذه المكتبة. سؤال الثالث What was Karim dream? Dream معناها حلم. ما هو حلم كريم؟ ذكرنا من القصة أنه حلم كريم أن يصبح شاعرا مشهورا. بقول to be famous poet, أن يكون شاعرا مشهورا one day, في يوم ما. Why did the shop owner give Karim a prize? لماذا مالك المحل أعطى لكريم prize, جائزة؟ شنو أو الفكرة من الجائزة؟ يقول he was the 50th customer through the shop of that day, لأنه كان الزبون رقم 50 في الطابور أو في من الناس اللي يدخلون المكتبة في ذلك اليوم. لذلك هو الزبون رقم 50 إلى جائزة حسب نظام هذه المكتبة. Why was Karim so happy? هسه قلنا ليش كان كريم حزين؟ تقول لي لأن so long queue, رأى طابور طويل. وراها لما نسيلها تقول لك ليش صار سعيد أو لماذا كان سعيدا؟ تقول لأن الصبر مالته تمت مكافأته عليه. تقدر تقول مثلا because he's going to meet النواب, لأنه سوف يلتقي بالنواب, أو because his patience was being rewarded, لأنه صبره تمت مكافأته عليه, لما صبر نال بالأخير الجائزة اللي يستحقها. Who is going to read Karim's poems and give him advice? من الذي سوف يقرأ قصائد كريم وأعطاه نصيحة؟ من اللي أعطاه نصيحة؟ مظفر النواب. ووعد بنفس الطريقة أو بنفس اللحظة أنه سوف يقرأ قصائده. فأقول له النواب promised to read Karim's poems, النواب وعد أن يقرأ قصائد كريم and give him advice, وأعطاه بعض النصائح عن كيفية نشر كتابه. هذا ما يخص هذا التمرين. هذا التمرين مهم جدا 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 من امتحان التحرير. يجيني على السؤال قلنا اللي هو قبل سؤال الإنشاء, نقطة أو نقطتين من عندنا, لأن عندنا 6 قصص يجوز بالامتحان الوزاري كل قصة يجيب لك من عندها جملة, فبالتالي بالأخير أنت تكون محصل على 10 درجات من بين هذه القصص. اللي بعدها الأسئلة الوزارية للسنوات السابقة. هذه الأسئلة تفيدكم طلاب, لأن أغلب الوزاريات للسنوات السابقة مكررة. يعني بعض الأمثلة مثلاً هذا جاي من 2021 دور أول و 2017 دور أول. بعض الأسئلة تتكرر, ممكن يجيكم أحد هذه الجمل اللي راح نحلها بالامتحان الوزاري أو حتى الأساتذة يركزون عليها. هسه يقول لي describe كريم character, نفس الفكرة, صف شخصية كريم. شنو صفات كريم؟ قلنا واحدة من صفات كريم أنه hard,
working مجد ثالث صفة من صفات كريم إنه quiet هادئ ثالث صفة من صفات كريم إنه imaginative شنو معنى imaginative ذو خيال واسع اللي بعد السؤال الثاني what is the name of the new book كريم wants to buy ما هو اسم الكتاب الذي يريد شراءه كريم قلنا إنه Iceland أو Island of Salt جزيرة الملح هنا أنا سألني سؤال آخر بالإضافة إلى السؤال قال لي who was the poet من هو الشاعر هسه أنا جاوبت على هذا السؤال اللي جاني من 2019 دور أول من الممكن أن يسوي لي سؤالين بسؤال واحد what is the name of the book ما هو اسم الكتاب and who is the writer أو who is the poet من هو الشاعر اتكمل وياه مظفر النوار فأنت لازم تكتب كذلك اسم الشاعر لأن أنا عندي مطلبين What do you think the collection of poems Iceland of Salt is about? أنا أقول لك كتاب مظفر النواب اللي هو جزيرة الملح عن شنو يتحدث أنت باعتقادك؟ أقول له من الممكن أن تتحدث عن island عن جزيرة with lots of sand بالكثير من الرمال بها الكثير من الرمال and salty sea water والمياه البحرية المالحة فإذا أقول له suggest it could suggest من الممكن أن تتحدث أو تقترح أن island بجزيرة with lots of sand فيها الكثير من الرمال and salty sea water ومياه البحر المالحة تتحدث عنها جزيرة الملح يعني ما نقول لي what do you think ماذا تعتقد أنت باعتقادك فأنت كنت توضح الفكرة من وجهة نظرك أنت شنو الجواب اللي راح تكتبه يمكن نفس المعنى نفس الفكرة راح يكون صحيح اللي بعدها why had كريم been saving up for months why لماذا كريم كان يدخر لمدة أشهر شنو سبب ادخار كريم لمدة أشهر قلنا wanted to be the first one أقول له to be لكي يكون the first أول one أول شخص who buy أول شخص يشتري the new book الكتاب الجديد of his favorite poet لشاعره المفضل مظفر النواة أنا منطيكم يا بطريقة ثانية من الممكن أن أجيب لك هذا السؤال أو هذا السؤال كريم had been saving up for months too هنا أنا بسوي لكم يا على شكل فراغ كريم كان يدخر لمدة أشهر لكي أنت لازم تطي سبب نفس الفكرة على شكل سؤال صريح أو على شكل اختيار أو على شكل فراغ أنت لازم تجاوب هاي الطريقة How many times كريم had read the Nawab's poems كم عدد المرات التي قرأها كريم قصائد النواب قلنا twice شوفوا طلع ما قد انتهز الجواب كملها قال لي How did he find them كيف وجدها شنو رأي كريم بقصائد النواب أقول له Interesting معناها ممتعة أو مثيرة للاهتمام وجد قصائد النواب أنها ممتعة ومثيرة للاهتمام منطق يا طريقة ثانية How did كريم find the Nawab's poems after he had read them كيف وجد كريم قصائد النواب بعد أن قرأها لأنه فقط شو تقول له تقول له interesting وجدها ممتعة لأن ما سألني على عدد المرات قرأها Why did كريم parents friends teacher all say he was imaginative ليش المدرسين وأصدقائه والدان قالوا عنه imaginative ذو خيال واسع شنو سبب تسميتهم إلى أو إطلاق هذه الصفة عن كريم قلنا أن من صفات كريم أنه يقرأ أو يقضي معظم وقته يقرأ أو يكتب قصائد الخاصة فأقول because he spent لأنه قضى أو كان يقضي most of his free time لأنه كان يقضي معظم وقته reading يقرأ or writing يكتب شكتب his own poems لأنه كان يقضي معظم وقته إما يقرأ أو يكتب قصائده الخاصة إحنا قلنا أن اللي يكتب قصائد إنه الإنسان اللي يكتب قصيدة شعرية يجب أن يكون imaginative ذو خيال واسع What was كريم دريم ما هو حلم كريم أو كريم دريم was حلم كريم كان شنو حلم كريم قلنا أنه حلم كريم أن يصبح شاعرا مشهورا فأقول له to be أن يكون famous poet شاعر مشهور himself بنفسه one day
أن يكون شاعرا مشهورا بنفسه في يوم ما. هو يكون شاعر مشهور. Why was Kareem very surprised؟ ليش كان كريم متفاجئ مندهش؟ احنا ايش قلنا شنو السبب اندهاش كريم؟ ذكرنا انه بعد ما وصل السر الكريم اللي هو زبون رقم 50 صار the bell rang, رن الجرس, and everyone started clapping and cheering, وبدأ الجميع بالهتاف والتصفيق. ما كان يعرف شنو السالفة. فأقول he didn't know what was happening. He didn't know, لم يكن يعرف what was happening. لم يكن يعرف ماذا كان يجري when everyone started clapping and cheering. عندما بدأ الجميع بالتصفيق والهتاف. What was Kareem's prize? زين شنو جائزة كريم؟ جائزة كريم قلنا من الزبون رقم 50 جائزته إنه راح يلتقي بالنواب. أقول he will meet the نواب. سوف يلتقي بالنواب أو بمظفر النواب. أنا جايب لك الطريقة الثانية بال 2019 دور ثاني. What is the big prize for the lucky customer number 50؟ ما هي الجائزة الكبرى للزبون المحظوظ رقم 50؟ نفس الفكرة. He will meet the نواب. سوف يلتقي بالنواب. شوفنا أنا بدأ السؤال بفعل مساعد. احنا اتفقنا سابقا انه اذا بدأ السؤال بفعل مساعد الاجابة عنه تكون اما yes او no. Was Kareem the first one to buy the latest book؟ هل كان كريم اول من اشترى الكتاب؟ ذكرنا انه هو مو بالاخير ما كان اول من يشترى الكتاب لان لقى 49 شخص قدامه. فقل له no he wasn't. كلا لم يكن اول من يشترى الكتاب. There is a big prize for the customer. هناك جائزة كبرى للزبون يا زبون number 50 للزبون رقم 50. هذا إجابة السؤال جابيها على المرة على شكل شنو على شكل فراغات 2018 لطلبة التمهيد طلبة الخارج. After Kareem read the Nawab's poems, بعد أن قرأ قصائد النواب, he found them very, وجدها جدا. هسه بدت الأسئلة تتكرر, يعني نفس الأسئلة بس الصيغة تختلف. قال لي كيف وجدها؟ وجدها interesting. شنو interesting؟ ممتع. وهكذا كريم found the Nawab's poems or works. كريم وجد قصائد النواب أو أعمال النواب boring. قلت بقولي هاي كلش مهمة. وجدها مملة. احنا قلنا ان رأي كريم بقصائد النواب ممتع لو مملة؟ ممتع. انا هذا يقول لي مملة صح لو خطأ؟ اكيد اقول له false خطأ. كريم had read the Nawab's poems at least twice. شوفوا طلاب, كريم قرأ قصائد النواب على الأقل مرتين. لحد الآن كلام مضبوط. And found them very, ووجدها جدا boring, مملة صح لو خطأ؟ يجيب لي تي لو أكيد أقول له شنو false خطأ, لأن هو وجدها ممتعة. الطلاب لما يقرون هذا الكلام كله صحيح قبل يروح يقول الإجابة true صح, كمل يتأكد مرات كل ما واحد غير المعنى. فهنا أنا قال لي boring مملة, هي اللي قالت لي الإجابة خطأ. What was there for the customer number 15؟ ماذا كان هنالك للزبون رقم 50؟ شنو إلى الزبون رقم 50؟ قلنا big prize, جائزة كبرى. شنو هي جائزة الكبرى؟ ميت النواب. سوف يلتقي بالنواب. فأقول له a big prize, جائزة كبرى. شنو هي جائزة أو الجائزة مالته؟ he will meet النواب. سوف يلتقي بالنواب. اللي بعدها كريم had read the Nawab poems and found them فراغ. سؤال متكرر همنا بال 2017 دور أول. كريم قرأ قصائد النواب ووجدها شنو؟ interesting. interesting معناها مثيرة أو ممتعة. how many times, كم عدد المرات كريم had read the Nawab poems, قرأ قصائد النواب؟ تشوفون الأسئلة بدأت تتكرر. ليش تتكرر؟ هو أنا أقول لك الوزاريات أحلل السنوات السابقة حتى وإن كان السؤال مكرر أرجع أحله مرة ثانية. أولاً أنا أخليكم تحفظون وياي أثناء الفيديو. ثانياً أنا متعرفون إنه بعض الأسئلة تتكرر بالوزاري, فمن الممكن إنه هذا يتكرر مرتين, من الممكن يجيكم مرة ثالثة بالسنة اللي أنت تدرسون فيها حالياً. هسا كم مرة قرأت قصائد النواب؟ أقول لك twice, مرتين فقط. هاي كلمة هي الجواب مالتي. How did Kareem spend most of his free time؟ كيف قضى معظم وقته؟ كيف كان يقضي معظم وقته؟ قلنا إنه كان يقضي معظم وقته reading and writing his own poems. أقول له reading and writing, يقرأ أو يكتب, شكتب his own poems.
أما يقرأ أو يكتب قصائده الخاصة. إذن هذه الأسئلة المتعلقة بقصة كريم أو قصة الزبون المحبوب، مثل ما وضحنا أن القصص كلها مهمات، لأن عندك فقط 6 قصص دائما أو غالبا بنسبة 90% بالامتحان الوزاري يجيب لك نقطة من كل قصة، فبالتالي صار عندك 6 نقاط تجاوب على 5 من أدهن عليهن 10 درجات بالامتحان الوزاري. الآن بتملي رقم 1 يقول لي read the story and complete the information below، نفس اللي تعودتوه عليها بالمراحل السابقة، اقرأ القصة واكمل هذا الحقل. تايتل شنو عنوان القصة؟ The Lucky Customer، الزبون المحظوظ number 50، الزبون المحظوظ رقم 50. كاركترز الشخصيات اللي بالقصة، كريم وبعد مظفر النواب، النواب وبعد البقية ما ممكنني أسمعهم، فقط إن شخصيتين. What it is about، عن ماذا تتحدث؟ عن الكريم the quiet boy the imaginative boy، كريم الفتى المجيد الهادي، who wanted to be the first to buy the new book، الذي أراد أن يكون أول من يشتري كتاب، but he saw a long queue، لكنه رأى طابور طويل إلى آخره. أنا أكتب ملخص القصة، why I liked it like the story، ليش أنا حبيت القصة، إذا حبيتها تقول ليش حبيتها، وإذا ما حبيتها كذلك تذكر ليش ما حبيتها، وهنا تكتب الكلمات الجديدة اللي تعلمتها خلال هذه القصة. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا بقصة، هذه القصة مهمة بالامتحان الوزاري مطلوبة، وضحنا مفرداتها، حلينا الوزاريات المتعلقة بها، الأسئلة اللي موجودة في كتاب النشاط، والأسئلة اللي سنيها الأستاذ داخل صف كتحضير يومي. حاولوا تسجلوا هذه الملاحظات في الدفتر وتحفظوها، أو تقدرون تشترون المنظمة عبر وكالات طابي الموضحين أسفل الفيديو في الوصف. اختصارا للوقت، إذا أنت ما عندك وقت تكتب هذه الأمور كلها اللي نشرحها خلال هذه الدروس. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو ضغط تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.